طلعوا. رح نفترض هلا هون هي هدول الثلاث اكسس بدنا نعملهم روتيشن. النظريه اللي عم نقولها انه اذا عملت روتيشن على اكس بجاما بالاول وروتيشن حوالين واي ببيتا بعدين وعملت روتيشن حوالين زد بالفا ثالث ما رح يطلع معي نفس النتيجه النهائيه. شو يعني النتيجه النهائيه؟ الاورينتيشن النهائيه رح تطلع ما رح تكون نفسها. طيب بس هلا في شيء مهم جدا لازم ننتبه عليه. اول مره بعمل روتيشن خلينا اعمل حوالين ايش كنا بدنا نعمل حوالين الاكس. خلينا افترض ان الاكس اللي جاي عليكم الاخضر من هون اذا عملت روتيشن حوالين الاكس واضحه ما فيها لوبس مش هيك؟ مين الاكس؟ مين هو الاكس؟ وينه؟ مبين الاخضر. بس تعرف وين المشكله بتصير؟ بالخطوه الثانيه. لا الواي. الواي اي واي اعمل؟ الاصلي. الاصلي يعني الاكس اللي جاي عليكم اللي هو الاخضر بدي اعمل له روتيشن بزاويه معينه. شو سميناها احنا اصطلحنا انه نسميها جاما. هاي عملت روتيشن بجاما ما في مشكله واضح مش هيك؟ اكس ضل مكانه وتحرك زد وواي. هلا اجيت قلت وين كان واي الاصلي الاسود؟ خلينا نفترض انه هذا الاسود وين اتجاهه؟ اتجاه الشباك مزبوط. هلا بعد ما عملت روتيشن حوالين اكس بمقدار جاما بدي اعمل روتيشن حوالين واي بمقدار ايش؟ بيتا. ما بعمل حوالين الاسود وضعيه الاسود هلا بعمل حول وضعيه الاسود وين؟ كان. فهيك راح يكون هاي روتيشن حوالين واي. واي الاصليه اللي هي هلا موازيه للارض ومتجهه باتجاه الشباك ليميني. ونفس الشيء لما باجي بعمل حوالين زد، زد وين كان اول ما بدينا؟ طالع فوق مش هيك؟ فبعمل روتيشن حوالين زد هذا، مش زد الجديد. اوكي؟ هذا الترتيب ما بطلع نفس النتيجة إذا عكسته، إذا قلبت أي شيء فيه ما بطلع مع نفس النتيجة. يعني لو بديت بزد وبعدين واي وبعدين اكس ما بطلع معي نفس الارقام، في ارقام ثانيه بتوصلني لنفس المكان مش نفس الارقام الثلاثه هذول. يعني اذا انت قررت تعكس الطريقه بصير بس ما راح توصل لنفس النتيجه بنفس الزوايا، راح يكون في ثلاث زوايا جديده بتوصلك لنفس المكان. فاهم واضح الهاي؟